يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وهبت إلى شخص هبة فهل يجوز لي أن أشتريها منه إذا احتجتها؟ لا، هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا تصدقت على أحد بصدقة وأراد أن يبيعها فلا تشتريها ولا تعد في هبتك، فإن العائد في هبتك كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. قد وهب عمر رضي الله عنه فرسا لرجل، فأراد الرجل أن يبيعها، فأراد عمر أن يشتريها، لكن سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتريه ولو باعه بدرهم ولا تعد في هبتك. نعم.